الملك نادال يزين عرشه باللقب 13 في رولان جاروس. في بطولة فرنسا المفتوحة رولان جاروس، إحدى البطولات الأربع الكبرى، وصل الإسباني رافائيل نادال كتابة التاريخ محرزا لقبه 13 في تاريخ مشاركاته بالبطولة. الماتادور سحق منافسه الصربي نوفاك ديوغوفيتش المصنف الأول عالميا والمصنف الأول للبطولة اليوم، وفاز عليه بنتائج 6-0 و6-2 و7-5 في المباراة النهائية. بعد الفوز في هذه المباراة الرائعة قال نادال: الفوز هنا يعني كل شيء لي. صراحة أنا لا أفكر حقا أنني عدلت رقم فريدرر بلقب 20، بالنسبة لليوم هو فوز في رولان جاروس. وتابع: رولان جاروس تعني كل شيء بالنسبة لي، أمضيت هنا أهم لحظات في مسيرتي في كرة المضرب. الملك نادال 34 عاما توج بهذا اللقب مسيرته الرائعة في هذه النسخة، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزيمة في مجموعات كل المباريات التي خاضها بهذه البطولة، ولم يخسر أي مجموعة في أي من المباريات السبعة التي خاضها حتى تتويجه باللقب اليوم. وهذه المرة هي الرابعة بالبطولة التي يحرز فيها اللقب دون أي خسارة في أي مجموعة من المباريات في البطولة، حيث سبق له تحقيق هذا أيضا في نسخ 2008، 2010 و2017. النجم الإسباني عادل اليوم الرقم القياسي لعدد الألقاب التي يحرزها أي لاعب في تاريخ مشاركاته ببطولات جراند سلام، إذ رفع رصيده إلى 20 لقبا في هذه البطولات بالتساوي مع سويسري روجيه فريدرر، وتجمد رصيد ديوغوفيتش عند 17 لقبا في هذه البطولات. الاحتفاء والإشادة بفوز الإسباني انتشرت سريعا، ظهر منها مع علق به أبرز منافسيه في السنوات الأخيرة الأنيق روجيه فريدرر قائلا: لطالما امتلكت احتراما كبيرا لصديقي نادال كشخص وكبطل، وبصفته منافس الأعظم خلال السنوات الأخيرة، فأنا أؤمن أن كل منا دفع الآخر ليكون الأفضل. وفي هذا السياق أود أن أهنئه على اللقب 20 في الجراند سلام. وما هو رائع بشكل خاص هو الحصول على رولان جاروس 13 مرة، وهو إنجاز من بين الأعظم في عالم الرياضة. كما أود تهنئة فريق عمله لأنه لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك منفردا، وآمل أن يكون اللقب 20 خطوة فقط في سبيل الاستمرار لكلينا. أحسنت العمل رافا، تستحق ذلك. وفي تهنئة من أعلى المستويات في إسبانيا جاءت تهنئة ملك إسبانيا الذي تفاعل مع الانتصار في تغريدة عبر حساب القصر الملكي على شبكة تويتر قائلا: 13 من 13، معك رافا دائما، إسبانيا في أعلى المراتب. بتحقيقه هذا اللقب أكد نجم ملاعب التنس نادال مجددا أنه لا يزال الملك المتوج على الملاعب الرملية، خاصة في رولان جاروس، حيث يحظى بسجل رائع في البطولة التي حقق فيها اليوم الانتصار رقم 100 له في تاريخ مشاركاته في مباريات البطولة.